أولا في الحقيقة هاي المعلومات اللي تقولون عليها صحيحة، تواجد الحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية مصنفة عالميا، الأمريكان غالبية الدول الأوروبية مصنفينهم من منظمة إرهابية، متواجدين في العراق تواجد حقيقي، موجودين في سنجار، موجودين في منطقة مخمور، متواجدين في جبال إقليم كردستان، المناطق الخارجة عن سيطرة إقليم كردستان. حاليا للأسف الشديد التوغل التركي اللي موجود في إقليم كردستان اللي وصلوا إلى مناطق دهوك وزاخو وأربيل هي سببها تواجد حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولهذا القوات التركية متواجدة في هذه المناطق. أما بالنسبة لرأينا بالتأكيد حالنا حال جميع الأحزاب العراقية، احنا ضد تواجد هذه الحزب في هذه المناطق والعمليات اللي يقومون بها ضد القوات التركية والدولة التركية في من منطلق من مناطق إقليم كردستان والمناطق العراقية. هذه المشاكل المتواجدة بين الحزب العمال الكردستاني والدولة التركية يفترض أن تحل على الأراضي التركية وليس على الأراضي العراقية. محاولة حزب العمال الكردستاني الترشيح إلى البرلمان العراقي القادم هذه حقيقة، وفي السابق أيضا الدورة الماضية رشحوا أشخاص وفازت إحدى المرشحات في البرلمان العراقي المتواجدة حاليا في البرلمان العراقي، ودافعت أكثر من مرة عن حزب العمال الكردستاني بأسماء باسم أو على حساب إقليم كردستان أو مناطق إقليم كردستان يبعثون أشخاص إلى البرلمان العراقي. بالتأكيد نحن ضد هذا التدخل من حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولكن للأسف الشديد هنالك قوى عراقية تدعم هذه المنظمة الإرهابية، وعلانية الحال التعاون الموجود في سنجار بين الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية علني، وهنالك الكثير من أعضاء الحزب العمال الكردستاني يستلمون أو يأخذون رواتبهم ونفرياتهم من الحكومة العراقية، من الحشد، من هيئة الحشد الشعبي بالتحديد. بالتأكيد تواجد حزب مرفوض، لأن الدستور العراقي والقوانين العراقية يرفض تواجد حزب غير مشروع غير شرعي، ثم تواجدها تقع على عاتق الحكومة الاتحادية وفق المواد الدستورية التالية، مادة 109 اللي ينص
سماء العراق وأرض العراق ومياه العراق ونظام اتحادي ديمقراطي تقع على عاتق الحماية على عاتق الحكومة الاتحادية. المادة الثامنة من الدستور اللي نص بعدم سماح بتواجد أي حزب تؤدي تدخل في شؤون الداخلية للدول المجاورة. هناك مشكلة بين أنقرة وبغداد على تواجد حزب العمال الكردستاني. أنا أعتقد يجب أن تحل هذه القضية وفق البرامج الوطنية والدستورية. بالتأكيد من حق أي مرشح أي حزب شرعي دستوري وفق النظام الديمقراطي الاتحادي العراقي أن يرشح مرشحيه، لكن الحزب غير معترف بها من قبل حكومة اتحادية غير شرعي. وضع الباكي في سنجار في وجه نظرنا ووجه نظر الجميع العراقيين وضع مو طبيعي ولا غير قانوني. وأما بالنسبة لترشيحها إلى البرلمان أو مجالس محافظات، هم يدعون بأن هؤلاء أهل المنطقة وانضموا إلى حزب العمال الكردستاني، أي ما معناه مواطنين يزيديين من أهالي سنجار انتموا إلى حزب العمال الكردستاني ومسلحين داخل منطقة سنجار. قانونا الحزب العمال الكردستاني ليس لها وجود، ليس لها شيء شرعي قانوني في العراق، وإنما في حدود الدولة التركية، لأن حزب عمال كردستاني تركي وليس عراقي. أما حاليا صحيح ليس لديه مرشح، وضمن القوائم المرشحين للانتخابات المبكرة عام 2021، وأحد عناصره من الحزب العمال كردستاني، وتم تسجيله للمفوضية الانتخابات. فهذا الشيء يعتبر خرق قانوني وخرق دستوري أيضا، لأن منظمة محترفة دوليا إرهابية اليوم يدخل ضمن العملية السياسية في العراق.